يعني صلاح ولا بنزيما؟ لا صلاح. طيب لا، ولما اقول لك صلاح النهارده مع اختلاف المراكز طبعا، لا 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 انا بتكلم فكره النجوميه، مين هيبقى نجم حتى الفريق؟ حتى في الاسماء صلاح نمره ثلاثه. ها، لما تحط رونالدو ولا تحط ميسي ومعاهم صلاح، بالظبط ما تحطيش اي حد تاني. بالظبط، بنتكلم على افضل دول. لعيبه في العالم طبعا، واحد وبعدين من افضل صلاح ثلاثه. محطوط من احسن لعيب، من احسن 100 موجودين في العالم، فنمره 10 هو او 11 تقريبا، فده فخر لينا كلنا. فانا اتمنى انه يكمل في ليفربول، وهم عرضوا انه يصلحوا له عقده، واتمنى انه يقعد. انا كمحب لصلاح اتمنى انه يقعد، اتمنى عاوز يروح بقى، يروح الريال مدريد ويرجعوا له رونالدو. عايز تشوف صلاح مع رونالدو. انما ميسي هو ياخد الاضواء كلها. ميسي انت ميسي بيبقى سيء وجيب له 3 اجوال الصراحة. وبعدين الكرة بتحبه لأبعد الحدود، دي حقيقة. يعني تلاقيه في ال 18 موهوب كده بالفطرة، من عند ربنا. تلاقيه في الـ في الـ في, الـ في الخط الأريال كده، الواحد بيشوط وتخبط جيله رايقة، يروح عاملها كده جابها جول. وبعد عنده فاولات بجول، أي فاول بجول لسه بخيره.